بدماء حتى شبعت لنكون نحن هنا في هذا المكان. هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق مشرق ومستدام للأجيال القادمة، لنؤكد بأن المرأة تستحق كل الحقوق. إخلاص الدليمي عضو مجلس النواب العراقي المحترمة، والسيدة سارة عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الشباب والرياضة المحترمة. وأرحب أفضل ترحيب بكل ممثلي منظمات المجتمع المدني. إيصال صوتنا كمحافظة نينوى إلى مجلس النواب العراقي. شرفنا بحضور هذه الندوة اللي أقامتها السيدة عضو مجلس المحافظة سمية الخابوري بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. بالتأكيد هذا القانون في إجحاف، تعديل القانون أقصد، في إجحاف كبير للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفيه غبن كبير للمرأة. اليوم نحن ندافع عن المرأة العراقية، ما ندافع بين المرأة والرجل كأن يكون الرجل ند للمرأة. اليوم الرجل هو أخ للمرأة، هو أب للمرأة، وبالتالي ما ممكن أن أي رجل في جميع أنحاء العراق يقبل أنه بنته اللي قاصر اللي عمرها 9 سنوات تتزوج وهو اليوم يشوفها طفلة. طبعا هذا القانون هو يعتبر تدمير للأسرة العراقية، فبالتالي على أعضاء مجلس النواب من المحافظة نينوى بالذات والمحافظات الأخرى أن تكون لهم وقفة وطنية اليوم بأن يرفضوا هذا القانون، يرفضوا هذا التعديل، لأن هذا التعديل سيسبب كارثة للمحافظة في المستقبل. حقيقة موضوع مهم جدا، كان هناك الكثير من الطلبات من الأخوات الناشطات والحقوقيات لإقامة هذا المؤتمر، واليوم نوصل صوت الجميع ونفتح المجال والفضاء الحر للنقاش المجتمعي في هذا الأمر الذي يمس اليوم كل عائلة عراقية وكل امرأة تعيش في الدولة العراقية، والجميع اليوم متطلع إلى ضمان حقوق الجميع، ضمان حقوق الأسرة، ضمان حقوق الأطفال. ما على عف ليش أنه مصممين مع العلم كل اللي ذكروه موجود حاليا في قانون الأحوال الشخصية، يعني أنه اليوم أنه دستوريا أنه المواطن العراقي هو حر أثناء العقد أو الهاي، أنه حر بالعقيدة اللي يقتنع بها. فليش هذه يعني اليوم هذه الصرخة أو الكلام أو لتفرقة الشعب العراقي؟ أما قانون المواريث موجود بالقرآن الكريم بالشريعة الإسلامية، ما يحتاج أنه إحنا نقعد على كيفنا نفصل به. فنطلب من مجلس النواب العراقي اليوم أي تشريع قانون أن يكون توحيد للشعب العراقي وليس فتفتة الشعب العراقي، ليس بحاجة الشعب العراقي أن يتفتت أزيد ما حاليا. إحنا نريد نتكلم بالمسلم وبالعراقي، فأي قانون شعب. اثنين، المفروض قبل ما هذا، قبل ما يطلقون به ويريدون يشرعون به السيادة للشعب العراقي، فلماذا يرجع بالاستفتاء للشعب العراقي وتنتهي هاي المناقشات والمجادلات؟ يعني من وجهة نظري كمهتمة بشؤون المرأة، القانون وجد لوجود حالات موجودة فعلا بالمجتمع العراقي، لمعالجة بعض الحالات الموجودة فعلا بالمجتمع العراقي اللي يعاني منها بالفترة الأخيرة على أثر تزايد نسبة عدد الطلاق، ولكن هو بنقاط ممكن أن تكون تؤثر سلبا خاصة فيما يخص زواج القاصرات، باعتبار هذا الموضوع يؤثر على حياة الفتاة بشكل مباشر وعلى حياة الأسرة بشكل عام.